على المسرح نحن طلعنا، نحن وفرقتنا الموهوبة، يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة. في عنا كل يوم حكاية، أفكاره كلها مكتوبة، أفكاره كلها مكتوبة. هالعيشة صارت منكوبة، هالعيشة صارت منكوبة. يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال، وبعقلي فكرة حلوة للارتجال، يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال. بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 يابا، عشرين سنة مسرح وشوي على الشاشة، فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش. ما في فرص تصلح ادوار نكاشي، ولا في بحر اسبح صفيان فواشي. يلا نطلع المشهد الثاني. يلا مثلا
تعزي المطبخ، تعزي الحمام، تغسلي، تجلي، وين رايحة؟ يلا بي عمي رح يخلص الغداء. منيح رح تخلص هالأشياء. ابن عمي حط الطاولة. يلا خلصيني هلا سويت ولا ما سويت البطيخة؟ يلا يلا. يلا قوم ابن عمي قوم. وعفو. يدوقة وبعدين نتحاسب. نتحاسب. لك حمي شو بدك؟ يا لامتك يا لامتك شباب فاصوليه مرحبا من الصبر الله يعطيك العافيه والرسالة محروقين حكي لي حما حاطط لنا ملح مرتين الله يعطيك العافيه وينك انتي معنا انا ما اتحملك ما اتحملك النوم يعني كثير هيك كثير يا طبخة محروقة يا أما الغسيلات فوق بعضه يا أما المطبخ والجلي متلاقي فوق بعضه ما فينا ننظيفة ما فينا ناكلة لا عرضة روحي وانتي اوه بتقول لك مو زينك من حبي ما راح أقولها راح ساوي مثل ما قالوا أهلي أول ما بيقهر المرأة إلا المرأة ما بتعملها أنا بعرف ما بتعملها هون عليك؟ بدي اعملها وطقها هيك كمان راح اجيب وحده احلى مني اذا ساويت انت وياها كان ماني راح اتجوز وحده ثالثه كمان شو رايك؟ هات لك حمام بعطي حمام يا عمتي انا رايح دبر حالي سندويشة فلافل واتجوز
سلام مبروك سلام، يا سلام مبروك سلام، يا سلام مبروك سلام. شن بدا يا شن بدا، الله يعينه على هالليله، الله يعينه على من هالليله صلوا عليه. سلام احمر مقبول عليه يا منا صلوا عليه. يلا حاضر يا جماعه، خلي علي استهداف، خلي علي استهداف. من اول عمل هيك ما تطلع، خرب على عينك خرب. الله يسلمك يا عمي، انت الحمى ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك يا اخي، ان شاء الله الله يبارك فيك. مبروك يا عروس. تفضل كسر. الله الف مبروك يا اخي، تفضل كسر. روح لك يلا شباب، بدنا نعيد البروفا، ما عجبتني. 5 4 3 2 بروفا 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 شباب، بروفا بروفا بروفا. هاي بتحكي عن اثنين
حوله ماشي يا حواليني يا حبيباتي يعني هدول يفوزوا بحضار المباراه هنا عم يحضروا مباراه انا الحوله فوز واحد يعني بدهم يطبقوا بعض فهي بتعرفوا حكمات النص واحده حلوه شايفينها ثلاثه اربعه قدام هن الحوله وبعدين بتعرفوا الماليه جاهزين انتم ما في داعي اشرح لكم اكثر من هيك الريالين النص انتم ما حبيباتي طيب صحة 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 عجبتني صحة 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 خلصنا على قلبكم خلصنا خلصنا صحة لأي بس صحة اللي جايبين سماك يلا استاذ خمسة يلا جاهزين البروف عجبتني خمسة أربعة يلا جاهزين جاهزين يلا بروف يلا لحظة خمسة أربعة ثلاثة ثلاثة اهلا وسهلا الشباب يا ميت اهلا وسهلا هاي كالعادة استرس تفضل عليك ما في عادوا عادوا سكرت نكتة قلت بعرف يا حطوا حطوا يا حبيبي عادوا عادوا سكرت نكتة من ثلاث ايام بعرف هلا هي شو ها؟ انت طلبت استاذ شو طلبت؟ هات نسكافيه ما قلت لك بدي شاي استاذ اشرب وانا جايب لي ليمون تاكد تاكد انا جايب لك ليمون طيب هات اللي بدكم يا استاذ على عيني خذ كاستي على عيني رد لي كاستي على عيني حبيبي الله يعطيك الف عافيه. هاي ليمون وهي المسكفه. هذا شو الليمون؟ بس يمكن حاضرين شوي. يا ها؟ شو عوافي؟ وين الارجيله؟ هيك كبسه. اخ شو ما طول المباراه هات لا استاذ هي وقتها. لا دخلها قديش النتيجه صارت؟ لك شلون النتيجة لسه ما بلشت المباراة شو بدك تعرف النتيجة؟ بس وينك؟ اللي برشلونة بدها تربح برشلونة هلا أنت برشلوني؟ وما لقيت وتقعدوني إلا بجنب برشلوني؟ يا أخي وين الريالية؟ وينهم؟ على أساس أنا كثير مبسوط قاعد جنب الريالية طيب شو بدك مباراة حبيبي وين رايح أنت؟ خلاص يا شباب بنحضر المباراة بقى طب أنت طلبت تكون معي؟ ليش عم بلش المباراة؟ شو بدك تسوي؟ وقتي صوتك عندي سيبوني 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 الكرة كلها ربيع هو الكرة خطرة يا نجيري ولا ممتاز جبت لك استمتاني خطرة يا السوداني خطرة وعدت يا السوداني كرة الخطرة خطرة انت عرف عليه كرة الماني الماني زي الماني وجه البرازيل انا بدي اياك كمان ساكن في راسي لا مظبوط واقف لدوقة واقف
اي مو ميلا. الله يكسر ايديك يا منصور. الله يكسر ايديك يا منصور. اي والله يا منصور. تحيرون على عيني. يلا اسي روح على السريع يلا. لك دخلك مين منصور؟ بيعملوا الكابو. لا لا انت عم تشوف الدجاجة
درجات انا ما بشوف له غير اربعه. اللي انت عندك اربعه ولا ثلاثه؟ اربع درجات بس انت معك حملات وطيره. على عيني على عيني يا محمد. لك شعرك مثل البنات بيفرش يا بابا يا اخي. شايف لك عمل اللي شايف اللي انا شايفه وانت شايف شيء؟ قلت لي وجه بعضه. ليه؟ يمينيه لا اليمين وشماليه لا. ماشي. لانه هديك حبيتها من اول ما اصغر. اخي انا موافق. تسمح لي اني مطبقها؟ لك انت امبارح اكلت قتله لسه وانت عم تطبقها، انت فيك تطبق انت خلص على شوف اليمينيه وخليها تحكي مع الشماليه. يعني انت على اساس انظم مني. طيب انجمح حظك لشوف. ايه وبعدين انا بالحلقة. يلا 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 بس وينها؟ تحكي مع هاي اليسارية هي اللي يلا يلا يستوي تفضل حسن يستوي ديك عند الحساب عندي خلص بكم يستوي ما تحكي معي؟ لا مو مع حضرتك، عم احكي مع رفيقتك، إذا بتقدري خليك بحالك أنت، شو ما عندك خبط شباب تخاف عليهم؟ أنا فيي شو بدك؟ شو بدك؟ عدم مؤاخذة أنا خليني عم بحكي مع رفيقتك، أنا حبيتها من أول نظرة. شو بدك من رفيقتك؟ حبيتها. إيه بس مخطوبة. مخطوبة؟ ليش مخطوبة أنت؟ لك ليش مخطوبة؟ لا ما في بصير. ماشي لا تواخذيني انت ورفيقتك سميلي عليها حنزلك مخدومه عم بنتي شو صار معها؟ الله يوفقك ان شاء الله. ليش؟ لا صدني بعينك انا صدتك بعيني؟ ايه ليش ما صدتي؟ ما صدت طلعت مخدومه حقول شغله حظي انا اخذتها ترى بشي يا ترى ما بعرف هي صار تحكي معي قلت لها خليك بحالك وما ردت علي وهي يسارية حكيت شيء؟ هي يسارية عم تريح مع اليمينية خلص انا فازت لعندها يا رب يا رب اطلع مخطوبة يقطع بسبب مثل ما قطع بنصيبي وهي طبيعي عينه عفوا يا انسي شلونك؟ انا الله يعطيك العافية يا شو اسمك حضرتك؟ شو بدك اسمي؟ لك بدي اتعرف عليكي؟ ما في داعي اتعرف عليكي حضرتك مخطوبة شيء؟ كمان؟ حبيبي على الحظ هلا كانوا لاخواتك شيء كله؟ رفقاتي بس كلهم مخطوبين رفقاتي طيب ما في حدا بده يفسخ خطبته؟ ابدا اللي على الحظ ضربني بعينه وانا فيه خلصنك عن سي جبتي كيفك؟ اخذت عليكي؟ مش عارف اوكي طبعا شايفني حاول يطبقوكي شو؟ دول بنتين اجوا مخاطبينه لك هدول شي 20 شاب هلا اجوا رفقاته لتو لا ما انا متلاعب مرحبا اهلا حبيبي شو بدك؟ اهلا يا عيني وينك؟ انت ريالي؟ انا برشلوني لو سمحت انا ريالي انت شو؟ ريالي ايه ها لك هو ما عجبتك شو اسمه يعني برشلوني اسف حبيبتي تفضلي يلا باي وين رايحك شباب؟ وقال له اخر القتلة تعالك زلمك بدك تقوم الا شو؟ لازم تدفع انا وياك مو ساكنين بنفس الغارة طبعا ونفس السائق طبعا ونفس لأسئلة العصافير ايه لازم حكيني بينا هطا امشي لالا هطا قتلة وانا بعيش وياها وانا بعيش معك يلا واحد اثنين ثلاثة عليهم شباب خمسة أربعة ثلاثة اثنين بروفا 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 خربطنا من عيد خربطنا بروفا خربطنا ستوب خربطنا يلا بعيد يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين طلع
اللي خطر رئاسي شباب لو حكيت هذا هي فكرة بابا سوق تفاهم حلو الاسم لا مو سوق هذا لك يعني هو شغله صراحه عند الدكتور ايه عم اوصف له دواء شلون؟ لك هلا تعال تعال عند البروفا ضروري يحكي كل شيء طيب انا بدي اسالك انت المخرج وكلك شيء تشتغل بداله يعني المخرج؟ ايه هذا مخرج اجدار شو بدك فيه؟ اجدار؟ ايه استرجي انت بتحكي بوشه هيك بوشه قدامه انت واحد اجدار ليش هلا تعال لا المخرج شو قاعد يعمل؟ والله ما شفته من منو بوين هذا لا المخرج شو بيعمل؟ ايه بيقول خمسة أربعة ثلاثة اثنين وينزل تحت السودا ايوه خلص اخي تعال وبيلاحظتم في شتت ابو سعود؟ نعم طيب وزننا الشخصيات اسمع ايه انت بتاخذ دور ايه الفتاة شو ها؟ انت خذ دور الدكتور دكتور ايوه يعني دور حكيم ايه انت مو انت المريضة جاي لعند الدكتور ايه انت اخذت بيتك انت شو انت خلاص خذ مريض كمان خلاص مريض انت شلوني؟ احزيني شو تاخذي دور؟ ايش بدي اعرف مين هو اللي عنده البروف يلا ايه استاذ يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلين اهلا وسهلا طمنيني عن حالك شو وصلت لي تعال عندي شوي لشوف ايوه انا كتبت لك دواء هذيك المره لا استفدت عليه شوي لا 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 انا شايف في تحسن استني شوي أيوة. هذا استعمليه 3 مرات بالنهار طبعا طبعا كل 8 ساعات اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلين الله معك مع السلامه نعم انت ايه كدوره مين اللي جابك طيب عندي هلا استاذي تفضل يا استاذ صار دوري صار دوره انا ايوه 15 سنة نعم كنت بحلم اني احب ايوه حبيت ايوه أول ما حبيتك يا حبيتك أيوه عسل حبك إيه عرفت لي إيدي ليه؟ إيه وقالت لي لا 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 حبك حالة راحت ليه؟ ما بعرف مسكين ما بعرف أنت عم تمر بحالة عاطفية جدا طبعا أنت عم تمر بمأساة إنسانية أنت مين جاي هلا؟ يا اخي تعال هون ما انا فاضي انا الله يبارك على خير
حبيبي حبيبي يا خذ قليلة الدواء هاي انتبه ايه. علي منيح يا بطيخ طبعا الحمد لله الحمد لله شوف اخوي دكتور نعم كيف بتستعملوها احلك هاي قبل ما تستعملها بتخضها 3 مرات بتضلها تخضها 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 وبعدين بتعطيها الصبح يعني بتصير بطين الصبح مرة والظهر مرة والمغرب مرة يا اخي قبل ما تنام معلقة قبل ما تنام معلقة ايوه شو كلام دكتور انا عن الدكتور انا الدكتور انا قديش بدك 500 ليرة الله لا يوفقك شو هاد 500 ليرة فلوس 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 ايه وش كمان شو فلوس حاطتهم بالهون بصير عيب حاطتهم بالشنجاية شو هاي بالشنجاية يعني الشنجاية تبعي هاي طيب يلا يلا 500 ليرة ايه 500 على المسرح نحن طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة أفكاره كلها مكتوبة
العيشي صارت منكوبة العيشي صارت منكوبة يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال وبعقلي فكرة حلوة للارتجال يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال وإذا بدك ياني غني بضرب موال أمان 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 يا أبا 20 سنة مسرح وشوي على الشاشة فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش ما في فرص تصلح ادوار نكاشي ولا في بحر اسبح صفيان فواشي Come on.